لتنطلق إلى منظمة مبادرة. بهذه الجملة تم الإعلان عن انتهاء مرحلة مهمة في حياة مبادرة بلد، لتتحول بعد ذلك من مبادرة إلى منظمة مبادرة. فبعد غياب طويل فرقهم، يجتمع عدد من أعضاء بلد للإعلان عن تأسيس منظمتهم لتبدأ العمل من جديد كواحدة من منظمات المجتمع المدني السوري. نحن كلجنة تحضيرية انتخبنا من أعضاء مجلس الإدارة السابق وكلفنا لتنظيم هذا المؤتمر. طبعا تم التواصل مع معظم مؤسسي المنظمة وتم حصر الأسماء واعتمادهم لهذا الاجتماع. عمر اللجنة التحضيرية أكثر من 4 شهور وهي تحضر لهذا المؤتمر. في هذا المؤتمر التأسيسي حولوا المبادرة إلى منظمة مجتمع مدني، بحيث يتدارس الآن مشاريع لمساعدة الأهالي سواء في البلاد المهجر أو بلاد النزوح بلاد الجوار أو سواء في داخل مدينة حلب. يقول مؤسس بلد إنها نشأت كرد فعل على واقع معين، وأقامت عددا من المشاريع تبعا لذلك الواقع، ولكنهم يقولون أيضا إنها اليوم باتت تعمل انطلاقا من خطط ورؤية واسعي الأفق. الاجتماع اليوم تحدد عدة نقاط، أهم النقاط هو وضع الرؤية المستقبلية لمنظمة بلد، بالإضافة للرسالة، تم اعتماد الرؤية والرسالة، بالإضافة للأهداف الاستراتيجية اللي تم اعتمادها. تم تحديد 3 محاور أساسية على مستوى المحور الاقتصادي، مساهمة في تنمية الاقتصادية، المحور الثاني التنمية المجتمعية، والمحور الثالث التنمية الثقافية، وتم إضافة محور رابع هو السلم الأهلي. العمل المؤسسي هو اللي أدى بنا إلى أن نصل إلى هذه المرحلة، هي مرحلة المنظمة، وتنتخب بشكل منظم، تنتخب مجلس إدارة، كان عملية ديمقراطية حقيقية فعلا، وإن شاء الله أنا متأمل أنه هي تكون في المستقبل من أهم منظمات المجتمع المدني في سوريا. غير أن واقع اليوم من قصف وقتل وتدمير لن يجعل مهام بلد سهلة بكل تأكيد، وهو الأمر الذي يدركه الأعضاء المنتخبون لإدارة هذه المنظمة في المرحلة القادمة. الاحتياج في سوريا في هذه الفترة احتياج عظيم جدا، وعلى عظم المأساة التي تلم في الشعب السوري وفي سوريا، تعظم المهمة أمام منظمة بلد وأمام منظمات المجتمع المدني الأخرى في سوريا. نحاول إن شاء الله تعالى في الفترة القادمة أن نطرق مجالات لم يتم التطرق لها من قبل منظمات أخرى. هكذا هو إذن حال المنظمات السورية، أعمال في ظروف لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، في وطن أبى قائده المفدى إلا أن يفدي نفسه بوطنه وبدماء شعبه رجالا ونساء وأطفالا.